ديالنا اليوم هي في اطار المسلسل ديال النضالات لخيط التنسيق النقابي اللي كتكون ثمانية الهيئات النقابية. كما في علمكم ان النقابات كانت منخرطة مع وزارة الصحة في واحد المسلسل ديال اللقاءات اللي هي ماراطونية تكلات بواحد المحضر موقع فيه تحقيق ديال المطالب اللي هي مادية ومعنوية. كنا كنتظروا ان رئاسة الحكومة تأشر على هذاك المحضر وتوافق عليه، فإذا بالحد الآن ما كاين حتى شي استجابة للمطالب اللي كاينة في المحضر، ما كاين حتى استجابة لذاك المحضر، وكاين واحد الصمت اللي هو يا غريب. اليوم حنا الوقفة ديالنا هي استمرار المجموعة ديال النضالات وديال الوقفات. كنعتذروا للمواطنين. كما في علمكم المغرب الحمد لله داخل في واحد الوصر ورش ملكي إصلاحي تيخص قطاع الصحة وكيخص الحماية الاجتماعية، وما يمكنش النجاح ديال هذا المشروع وديال هذا الورش إلا ما كان تحفيز ديال الموظفين ديال قطاع الصحة والمهني ديال قطاع الصحة. اليوم التنسيق الوطني كيصدر واحد البرنامج النضالي التصعيدي اللي كيمتد من هذا الأسبوع إلى نهاية الشهر المقبل، يعني 12 يوم ديال الإضرابات. 12 يوم الإضرابات اللي غتكون فيها وقفات احتجاجية جهوية، يعني ثلاثة أيام كل أسبوع فيها وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية، كذلك غتكون وقفة وطنية من اللي غتكون بعد عيد الأضحى. هذه بالإضافة إلى أنه غيكون واحد الشكل نضالي آخر اللي هو المقاطعة ديال تقارير البرامج الصحية وكذلك المقاطعة ديال اللقاءات مع الحكومة. اليوم اللقاءات مع الإدارة. اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية كتجي في هذا الإطار وكتعرف نجاح كبير كما كتشوفوا، واللي كتعكس تدمر ديال الشغيله الصحيه. هاد الاحتقال اللي هاد التصعيد اللي كاين هو كيجي من بعد واحد مجموعه ديال الاجتماعات، يعني اكثر من 50 اجتماع اللي كنا اجتمعنا وفي الاخر توجت باتفاق ديال 29 جنبير 2023. هذا الاتفاق اللي وقعته وزاره الصحه مع النقابات ووقعته وزاره الصحه باسم وفد حكومي. هذاك الوفد الحكومي اللي كان جاي عندنا 27 ديسمبر اللي فيه الامانه العامه للحكومه في وزاره الميزانيه في الوظيفه العموميه وفي الماليه. دونك تم التوقيع في يناير درنا الاجراءات ديال يعني غنتفقوا على شحال غتكون الزياده في الاجور، شحال غتكون هنا، شحال زولنا. دونك الاجراء من بعد سنين محاضر، يعني جميع النقابات تم التوقيع ديال واحد المحاضر اللي وقعناها وقالوا لنا بانه وقعت بعض النقاط خلافيه اللي قالوا لنا بانه غترفع الرئاسه الحكومه على اساس انه في نهايه شهر يناير 2024 سيتم التوقيع. بقينا كنتسناو لا مجيب، مره كيقول لنا رئيس الحكومه راه مريض، مره كيقول لنا رئيس الحكومه راه في خارج ارض الوطن. بقينا كنتسناو الى حدود اليوم. هادشي غير مقبول وغير معقول بتاتا. الدوله المغربيه كتعرف واحد الورش ديال الحمايه الاجتماعيه اللي ورش كبير وفي العصاب ديالو كاين موظفي الصحه، كاين رجالات ونساء صحه. ما يمكنش انه موظفين الان خارجين للشارع وكنهضروا على مشروع مجتمعي، هادشي غريب. كذلك حاجه اخرى اللي ما ننساهاش هو اننا كنعتذروا للمواطنات والمواطنين لانه غادي يمشيو، لانه كاين اضرابات كثيره في هذه الايام وغادي يمشيو للمؤسسات الصحيه مستشفيات والمراكز الصحيه وما غيلقاوش الخدمه الصحيه. مره اخرى نعتذر لجميع المواطنات والمواطنين.